الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى أقف مع آية في أواخر سورة آل عمران في الصفحة قبل الأخيرة. يقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذه الآية العظيمة من الله سبحانه وتعالى فيها خبر، وكما قال السعدي رحمه الله في تفسيره في بعض المواضع: الخبر أو النهي في صيغة الخبر هذا من أبلغ أنواع النهي، يعني أبلغ من أن يقدم النهي ابتداء، كقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخره. يعني الله سبحانه وتعالى ما قال لا توادوا من حاد الله في الآية دي، ما جاب نهي طوالي، وإنما جاب لك خبر، قال لك لا تجد قوما، ما بتلقى، والخبر ده بيتضمن إنه في نهي لك أنت. زي هسه أقول لك ما في عاقل بيعمل العملية دي، ده خبر. الخبر ده أنا قصدي أنت ما تعمل العملية دي، فالله سبحانه وتعالى اداك خبر. الخبر ده بيتضمن أمر ونهي، أمر بالتبليغ لدعوة الله تعالى، ونهي عن كتمان الحق. وإذ أخذ الله، ده الخبر، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. رب العزة والجلال كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره يتكلم عن أقوام من أهل الكتاب ممن يتعلمون الحق ولا يبلغونه للناس وإنما يكتمون هذا الحق. بعد أن تكلم عن هؤلاء ابن كثير قال: وفي هذا تحذير لعلماء هذه الأمة، لكل من تعلم الحق، أن يكتموا ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ده تحذير للعلماء ولكل من تعلم، تحذير له أن يكتم الحق، لا يجوز له أن يكتم الحق. قال ابن كثير: ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. كلام ده خطير. عرفت الحق، أول شيء عرفت الحق طوالي تستجيب، كان ما استجبت للحق أنت في خطر تموت سوء خاتمة. والكلام ده قاله ابن عثيمين رحمه الله، قال: والدليل قول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. زي ما هون جاؤنا الحق قبل وما قبلوه أول ما جاؤن، بعدين في اللحظات المحتاجين فيها للحق قال لك بغلب. فإنت هسه عرفت آية، عرفت حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت آية أو حديثا، والواجب عليك بعد هذه المعرفة أن تستجيب وأن تقبل الحق وأن تقوم به. بعد تقوم بالحق تبلغ للناس. الحلقة دي وغير من الحلقات الحمد لله التي يقوم بها هؤلاء الإخوان، ثبتنا الله وإياهم وثبتنا وإياكم جميعا على الحق. الحلقات دي بتدعو للتوحيد، والتوحيد ده أعظم قضية. شفت الناس قاعدة تتكلم، واحدين ماسكين الميكروفون ساعة تلقى يتكلم. وهذه الكورة طبعا لما كانت في خط 18 المعلم ده مفروض يشوتها بالكراع، لكن شاتها بجنبه ولا بالكعب ما بعرف، وهنا في خطأ ودي فيها خطورة على ركبته. يا زول مالك ومال ركبته، انت دكتور مالك بتضيع في زمن الناس. واحد تاني
يمسكها ساعتين. والكوبري ده طبعا مشقوق من تحت، ولأنه شغلنا كله ني، التراكوبة بتجيها خلي كوبري، ما لكم مال كباري، شوف شغلتك. ده بيه جنبه واحد ثالث ماسك له ميكروفون يغش في الناس، وما في حتى رسالة. رسالة من وين؟ وبياته واتساب ولا يا ترسالة، لخبطة كلها. ماسكين في الميكروفونات يتكلموا، انت عرفت الحق بلغوا للناس. أعظم قضية تتكلم فيها التوحيد. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما يغشك الشيطان ولا الجماعة ما فاهمين الدعوة، يقول لك يا أخي الشباب ومشكلة ما في العقيدة، مشكلة النازل بخلطوا مع البنات، واحدين بتاعين سفة، واحدين بتاعين خدرة، واحدين لافين ساي، واحدين بأخر الصلاة. فالشباب ده قضاياهم خطيرة وكثيرة، فما التوحيد ده ما تكتروا لنا منه، كتروا من قضايا الشباب. والشباب ده اللي نعرفوا التوحيد صح، ده كله بخلوه. شفت الزول مما يحب التوحيد ويحب الله سبحانه وتعالى، تاني بشوف اللي بيرضي الله شنو بيعمله، اللي بيغضب الله شنو سبحانه وتعالى بيجتنبه. وحد الله طوالي بكون مستقيم، بعدها بيستقيم لا وفقه الله تعالى. لأن الله تعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. شكري من الآية دي ومن قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. شوف الكلام ده خطير. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، يعني شيء بين بعد ده بيكتموه، والهدى يعني ما ضلال، ما كاتمين الضلال، كاتمين الهدى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ما كلام خطير؟ وأي نص تلقى فيه لعنة أجر منه طوالي، لأنه لعنة دي طرد من الرحمة، يعني نص فيه لعنة ده طوال أجر بعيد. انت عرفت الحق، ما تقول لي أنا والله أنا بتاع سفة ورمتالي وأنا ما زي أكون عشان كذي زول نادى غير الله نتصل بالجماعة يجوا يناقشوه. جماعة أخ ما عندهم بطاقات، ونحن ناس زيك سودانيين زيك ما في شيء. يقول لك والله أنا بسفتي دي ما بقدر أبلغ الدعوة، أبزغ السفة وبلغ الدعوة فيها شنو يعني؟ ولك السجارة دي ما بقدر، وأنا بسجر وأنا عندي معاصي ما بقدر أبلغ الدعوة. بلغها يا زول، الله بيرفعك والله تبلغ الدعوة دي، الله يوفقك سجارك ده ذاته تخلي. دليل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال عكرمة أي لا إله إلا الله، ده القول السديد. مجرد ما قلت القول السديد واتقيت الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، بيوفقك ذاته، عملك ده ذاته بينصلح. تاني براك مما بلغت التوحيد تلقى نفسك تقول يا أخ والله التوحيد ده سمح، وإن شاء الله بيرفع بزول في الدنيا ولا أجر في الآخرة، فأنا ما في داعي أخربها بالمعاصي دي، فعشان كذي أخليها شوية شوية الله بوفقك. فلذلك في طوائف كثيرة من المجتمع وفئام كتموا الحق، مع إنه الحق واضح. الله واحد دي فئام ما واضحة، قل هو الله واحد طفل حافظة وفاهمة، كثير من الناس فاهمينها، قل هو الله واحد فيها مشكلة ما واضحة، أي زول عارفة طوالي تبلغها للناس. إياك تكتم، زول عتر جنبك ينادي الشيخ يا مكاشف القوم. يا أخ واحد في المدينة أخونا اسمه محمد نورين داعي الله يثبت ووفقنا وياه، قال لي في المدينة واحد عتر قال في المسجد النبوي، قال يا مكاشفي، ومكاشفي في السودان وده في المدينة، قال يا مكاشفي، قال رفع راسه كده عايل للقو هناك جهة القبر، قال يا رسول الله بعد المكاشفي. وكان ناديت أول الرسول عليه الصلاة والسلام شرك، وكان ناديت المكاشفي شرك، والرسول ذاته قال الكلام ده صلى الله عليه وسلم، قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال في حديث جابر رضي الله عنه: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة.
ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالشرك منتشر في البلد دي. نساوين يا أخي، واحد تركب الحافلة تميل العربية تنادي في الرجال، وراجلة جنبه راجلة مسكين زي العتود قاعد بيجاي هسي على الله، أنا معرس مرأة وسايقة معاي العربية دار تنقلب، نادت راجل تاني، معناه أنا شنو؟ معناه أنا طرورة ولا كيف؟ بلاوي تقيلة ولا كيف يا جماعة؟ معناه التلاف في ساي مع المرأة دي وهي ما مقتنعة بك، داسي اترت نادت الكمساري ما بتزعل؟ قول لها مرأة تنادي كيف وأنا قاعد؟ طيب نادت لا زول ولا كمساري ولا شقاء ومات ذاته، زول القبر بتاعه داسيه من الناس ما قادر يرفع القبر، يقد القبر ويجيك في العربية وفي الحافلة ويصلحها، عربية دارت تنقلب هو عفريتها يصلحها كيف؟ كذا بس أغني أنا بالموضوع ده، كلام كله هوس. في طوائف كتموا الحق ده، بعضهم كان يدعو للتوحيد مرت عليه السنوات فانحرف، كجماعة أنصار السنة المحمدية ما تزعل، مركز عام إصلاح طنبجوه النازل والله الذي لا إله غيره، ونحن عندنا ردود عنه إن شاء الله عليهم مفصلة بالوثائق إن شاء الله تعالى. مركز عام يا زول يا أخي انتسب للسنة، اجيبوا في برنامج اسمه في حياتنا، سووا معه لقاء أسف في اليوتيوب، خش فيه، خش اليوتيوب لقاء جايبين فيه 20 دقيقة، زول قائد للجماعة يقول أنا بحب البرعي، عديل كده تحب البرعي يا ناس؟ قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة، أنا طبعا بجيب لك إن شاء الله في الرد باسمه بالوثيقة تسمعها كده صورة وصوت إن شاء الله. قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا، يعني ظهر، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال لك ديل تقول لهم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ورأي يقول إنا بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل، إن جاءت مصيبة في البلد نادي إسماعيل، ده أنا بحبه في الله. هسي عليك الله لو زول نبز أبو زول نبز أبوه قال أبوك ده كذي وكذي وكذي، بعدين الشكل معه تاني بيجي مش للناس يقول لهم أنا زول لا بحبه، نبز أبوك تحبه كيف؟ أنت ما بتغضب لأبيك؟ طيب زول أساء إلى الله تعالى وأساء إلى العقيدة الصحيحة، ده أنا أحبه كيف؟ باركوه شكلي، واحد اسمه مطر ده الثاني داك في المركز العام ده في الإصلاح، مطر ده جابوه جاب لهم بيك التاحته، قال لهم أنصار السنة أهل سنة والأخوان المسلمون أهل سنة والصوفية أهل سنة، بس الشيعة ديل الكعبين، لكن ديلك أهل سنة ونحن بس بيناتنا خلافات بسيطة نقعد في الواطة نحلها، وأنصار السنة ما بيرضوا في الصوفية، قال كذي، وأنصار السنة ما بيرضوا في الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمون ما بيرضوا في أنصار السنة، والصوفية ما بيرضوا في أنصار السنة. أسدي عتود بيصدقها، ومحمد الأمين قاعد ذاك أصله باركوة كبير، وبيجاي ده عبد المنعم، مين عبد المنعم؟ صالح ده من الجماعة، قاعد قاعدين النازل يا ناس صوفية ديل والله الذي لا إله غيره، ديل من أفسد خلق الله في أرض الله. الله قال في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، صوفية قالوا قماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، قال البرعي في ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، ذاك المرغني قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي في النور البراق وفي فيوض البحور المتلاطم. الله في القرآن سبحانه وتعالى قال أفرأيتم الماء الذي تشربون،
أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ما كلام واضح؟ الصوفية قالوا لا لا ذا الخنجر. بعدين وكيد داري أكد معلومته، استشار له واحد تاني، والواحد التاني ذاته أبلد منه، قال له مش يا شيخ حامد المطر، قال الشيوخ بنزلوا المطر، والمطر بحسب البياض، وتلقى سرابتين دي بيجاي نزلت فيها مطر بينات انترس، ودي بيجاي ما نزل فيها مطر. السبب ديلك دفعوا البياض وديل ما دفعوا شنو البياض. واحد في السوق حالق دقنه، قالوا ليه الكلام ده؟ قالوا والله لو جك ولا جرى كانت مويه كشحوها ما تتثبت، قال بتترشى بيجاي وبيجاي، خلي كمان مطر فوق، قال يجيبها بيجاي. الله قال في القرآن سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى أمن خلق السماوات والأرض، أمن سؤال، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وده ما الخنجر براو، حقيقة الصوفية في كتاب فيوض البحور المتلاطمة ده بتاع الختمية، قال صفحة 109 على 111، قال في شيخ اسمه عبد الله العيدروس من كراماته أنه دخل عدن في اليمن فقال يا سماء أمطري لبنا أو أمطري لبن فإني في عدن، يا أمطري لبنا عشان تجي في السجع، يا سماء أمطري لبن فإني في عدن، فأمطرت لبنا كر جابته لبن، السماء مويه ما بتجيك إلا الله إذن لها تجيب لبن عديل، ولبن يا أتو بقر ولا غنم ولا لبن إبل، لبن بودرة ولا لبن أصلي، ياخذ كل لخبته السحاب ده لبن يا ناس، لبن عديل يعني ماشي في الطريق تقع فيك جمادة عليمك ربك، تجي بسلة واقعة من فوق عليمك كلام كله هوس ولخبطة. ده الجماعة ذيل الموضوع ده الآن كثير منهم بقى يسوي له مشاكل، والله الذي لا إله غيره. سمعنا تقارب بين الصوفي بين السنيين والشيعة، يدعو إليه قادة الباطل كجماعة الإخوان المسلمين، لكن كون تقارب بين ناس ينتسبوا للسنة وبين الصوفية كيف تقاربوا؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ده اللي بيقربنا، ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والنازل عديل كتمان للحق، بعض رؤوس يعرف المجازفات والانحرافات التي يقع فيها هؤلاء أو تقع فيها الجماعة ويسكت، عارفين عاملين فيها مطنشين، يقول لك أنا ما داير مشاكل وما داير ردود وخلوا الناس في حال انتسب للسنة، بعد شوية تلقى يقول لك غلاة الجرح والتجريح، انت ما قلت ما داير ردود اتدخلك هنا شنو، انت تسكت من ديلك اجايبك لديه شنو، زول يتورع من الرد على محمد مصطفى يسيب في الصحابة زي صلاح جوزة، زول يتورع من الرد على محمد مصطفى او ما يرد عليه ويتجرع لسانه يرد عليه شيخ ربيع، بس ده كلام شنو، ذاك امام في السلفية وده امام في الضلالة، عميد محد الفساد والافساد بالفتحات محمد مصطفى عبد القادر، انحراف كامل في هذه المسألة. قل لك لا نحن والله كنا بنقول المسألة دي كذي وما كذي، كلامه في معاوية رأيكم شنو،
صلاح جودة ومين أيوب موسى تعال لخبط أسان نازل يا أخي تعال كذا أنا ما أصبر لين نازل إن شاء الله سنجعل أرضهم قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا بس ترقبوا قريبا إن شاء الله لا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا هؤلاء القوم لخبط في البلد واقفين أذى في الطريق في الدعوة إلى الله تعالى ورفع الأذى عن الطريق صدقة تلاقينا قزازة زي دي قزازة هشة ساي نيدعى ونمش نمش قدامي لاقينا أخو مسلم شوكة نيدعى من الطريق حسنات كلها من شعب الإيمان كلها والتماشي طوالي أجر كبير إن شاء الله تعالى عند الله سبحانه وتعالى من الكاتبين للحق أيضا جماعة التبليغ إيجوا خشوا المساجد خدتوا العفش ورا شايلين حلل وشايلين شنو صحانة ورز وشعيري حاجات زي دي والواحد يمسكك زمان دخلت مع جماعة منهم لابس لي قميص بيجاي فيه تمساح ما كنت عارف التصوير حرام وقت ده بعدين شنو التمساح قاعد الزول شيخ مزمل قال ودنا الزول حبيبنا كله وأخواننا طيب بعدين شنو الدنار يعني بعدين داك ما صورة ما هناي ما فيها خلاف ديك في القميص بعدين شنو هذا دا ضحكة أزول لعائلة التمساح البلاغاتي مصري قاعد يقول لي التمساح ده فيه عبر كبيرة جدا بعد يفتح خشمه بيكون في باقي أكل بتجي طيرة بتنقده بيكون رزق للطيرة وبتكون سوكته في نفس الوقت نظفت لي أسنانه عدى لي تمساح ما فهمت أي شيء لما انتهت الشغلة وفي النهاية فارقت والله يتقبل جماعة كلها بتاعت لخبطة انزلوا عند الصوفية وباركوها بس واحد شايل له سبحة لا بيتكلم في الشرك لا في بدع لا في انحرافات وهاي الأخير ولا خلى أخلاقك خارج الصلاة زي أخلاق داخل الصلاة دي كلمة حق طبعا لكن بتاع وراء باطل كثير جدا في الصلاة زي ما لو زول عفصك ما بتعفصه في الصلاة خارج الصلاة برضو ما تعفصه هو إلى آخر يا زول أدعو للتوحيد هي بقت عفص والناس بتعفص في العقيدة يا أخي عفص بتاع كرعين يا أخي المسألة كلها لخبط ومشاكل طويلة ديل بجنب جماعة التبليغ تمش بغادي جماعة الإخوان المسلمين ديل تما كمان باركوها فلنعمل سويا فيما اتفقنا فيه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وزي ما ذاك بتاع مجمع النور لا نريدها سلفية نطحاء ولا صوفية شطحاء وإنما وسطية وإلى مصائب ديل بجنبه ويكتمون الحق ما بيتكلموا في التوحيد ذاك عصام أحمد البشير ده طلع المنبر قال لهم العلماء والعباد كالطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية وابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وفلان وفلان وقد أجاد وأفاد في ذكر هؤلاء وأمثال من العلماء والعباد والزهاد شيخنا البرعي فوق في المنبر كلها شغالة شبكة وكتمان للحق دي جماعة الإخوان المسلمين تمش قدام جماعة حزب التحرير دي ما عندهم موضوع موضوع الخلافة الإسلامية ونحن لابد خلافة وما خلافة التوحيد كيف يا ناس دعوة الرسل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون والله يقول لك ما نحن أسي الناس دي كلها ولاية السودان السودان كله قالوا ولاية ولاية السعودية ولاية مصر ونحن كلها دارينا واتحد قائد واحد الناس إذا دارت تتلمى أول شيء العقيدة لأن الله تعالى قال عن المنافقين تحسبهم جميعا وقلوبهم شنو شتى دار تلمهم كلهم ناس عقيدتهم في البرع ناس في المكاشف ناس في الكباشي ناس في صايم ديمة ناس في بل الغايب ذاك بجنبه ناس معتقدين في ريكيني ناس في ده ولا ده خليه ده واحدين بيجاي كلها لخبطة مشاكل طويلة كلها بلبلة في نهاية المطاف وكاتمين للحق فلذلك أنا كلمة أخيرة أختم بها أقول الناس تبين دعوة الله تعالى ما أفضل يجي يغشك لك ما تبلغ الدعوة إلا تحفظ كتابين بلغ الدعوة يا زول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا شنو المرسلين ولك أنا لما نشوف المشايخ ديل وإخواننا الكبار ديل بغالبني أعمل النصيحة بخجل منهم تخجل بتاع شنو ده ثلاثة رسل قاعدين وجاء من أقصى المدينة بلغ الدعوة والرسل قاعدين موجودين جزاهم الله خيرا
وجزاه الله خيرا. وما يقول لك إلا تزكية وما تزكية، ما في كلام زي ذا، بلغ دعوة الله تعالى، ما في كلام إلا شرط يشترط لك إلا يزكوك، وكان ما زكوك ما تبلغ الدعوة. قال لك منو؟ والعباد قال واحد قال لك ولي تزكية، قال لا أنا لا بزكي زول ولا بطلب من زول تزكية. بيشرح الكتب الستة هناك في المدينة، يقول لي تزكية السودان ده في كم زول مزكى ذاته، والزكون ذاته ما خلوها ساعة. يا جماعة الموضوع ده طويل وكلام كثير ولا كيف؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم أخونا النبي.